والتثقيف من أجل التعقيم ومحاربة فيروس كورونا. ينطلق الحملة لمعالجة مناطق بغداد من ساحة التحرير بحملة شباب الحرام من بغداد الجديدة، ومع فريق أنصار بغداد ننطلق بحملة التوعية والتعقيم المناطقي للوقاية من فيروس كورونا بحملة شباب من أجل العراق. من منطقة عويريج في بغداد، هذه المنطقة الريفية، حملة شباب من أجل العراق من أجل التوعية المجتمعية والتعقيم المناطقي للوقاية من فيروس كورونا. ننطلق بحملة شباب من أجل العراق.